يعطيكم العافية متابعينا، معكم عزيز. راح أسوي معكم مراجعة حق جهاز يمكن أول مرة أسويها بالقناة هابي. هو شيء يعني مو جديد، قديم، لكن أول مرة نسوي مراجعة حق مونيتر. هابي مونيتر جيمينج سامسونج أوديسي جي 7. تابعوا معي. اوكي، هذه احسن زاويه عندي. الشاشه هذه راح اتكلم عن مواصفاتها بشكل سريع. 27 بوصه، مو مسطحه، فيها كيرف. انا كنت افضل تكون مسطحه لكن للاسف. نوع الشاشه، احنا عندنا ثلاث انواع بعالم المونيتورز والجيمنج اللي يفهم بالشغلات هذه. عندنا ال VA TN IPS. الشاشه هذه VA وQLED. نوع التكنولوجيا ال VA هذه ميزتها راح تكون الالوان الغامجه، اللون الاسود يعني بالذات راح يكون مو طبيعي على الشاشه هذه. وسالفة الريسبونس تايم راح اتكلم ايضا الحين على سرعه المونيتور. سرعتها 240 هرتز، بس شنو ميزتها؟ 2K. اغلب الشاشات اللي نازله بالسوق فول اتش دي 1080p 240 هرتز، هذا حق الجيمنج يعني، لكن هذه 240 و2K يعني شيء قوي. بالنسبه حق الريسبونس تايم 1 ملي سكند، يعني ممتازه حق الكومبتيتيف جيمنج وكذي. ايضا من اهم الميزات اللي عندي فيها HDR. للأسف إن HDR 600 مو 1000، الألف يعني كان يعطي بياض وسطوع أقول أكثر، لكن هذه 600 يعني أداءها ممتاز، لكن توقعت أفضل من كذي. شغلة مهمة، ال HDR اللي فيها ما راح يشتغل معك بكل شيء، يعني يمكن بس إذا وصلت كونسول، إذا شغلت جيم فيها HDR من نفسها، لكن إذا شغلت موفي وكذي ما راح تضبط معك على اليوتيوب وكذي وهذا. فإذا أنت تدور على يعني شاشة حق استعمالات أكثر من جيم، يمكن هذه ما تصلح. لكن اللي يبي جيمز ويبي يستعمل يعني برامج ثانيه، الشاشه هذه راح تصلح. ليش؟ لان فيها، عجبني الصراحه مستوى الالوان، جوده الالوان فيها مو طبيعيه. انا متعود يعني اخذ شاشات الجيمنج عندي مشكله بالالوان، اني حتى لما اسوي يعني اشتغل كورك ستيشن فيديو اديتنج فوتو اديتنج وكذي ماني قادر، لان احس الالوان مو مناسبه على شاشات الجيمنج، لكن هذه الاداء فيها مو طبيعي. زين، خلينا نغير زاويه التصوير واوريكم الشاشه من ورا. قبل لا الف الشاشه من وراء، راح اوريكم انا على الجنب شلون صايره. مثل ما انتم ملاحظين هنا عرض الشاشه، بس اذا بحط ايدي شايفين الدبث او عمق الشاشه وايد كبير. يعني اذا واحد عنده نقول مكتب شويه صغير يعني كعمق، يمكن راح يعاني مشكله. يمكن هذه فيها 27 سنتي، اسف، و 25 سنتي من ناحيه العمق، فهذا شيء وايد كبير. الستاند هذا في عندنا يعطيك كابلات مخفية، يعني هذه القاعدة تقدر تخفي الكابلات من هنا. القاعدة أنا عجبتني وايد ممتازة، لكن وايد كبيرة. فيها هم أيضا شيء حلو، خركنها دقيقة بس. هنا عندنا قاعدة حق السماعة، إذا حد حاب يحط هيدفون يعني هنا. مو التركيب عندي الحين بوريكم إياها بس من ورا. من ورا الشاشة مثل ما احنا شايفين، أوكي، مبينة كذي تمام. شايفين شكل الشاشة، هذه القاعدة، اوكي، يعني تبي تركب. اذا كنت تبي تحط المونيتر هذا على ستاند، يعني ستاند خارجي، في راح تجي معها القطعة، قطعة دائرية كذي، يعني راح تشيل القطعة هذه وتقدر تركب هذيك عشان تركب على اي ستاند، على طوفة اللي تبيه، تمام. الوصلات راح تكون من تحت الشاشة مثل ما هو مثل باقي الشاشات يعني. كذي خالصين من ورا. كني طولت بالحكي وايد، خلينا للحين نجرب الشاشة هذه. ما راح اشغلها بالمكان هذا، لازم اشغلها على المكتب او الديسكتوب الخاص. شوفوا معي معرض انفيديا حق كروت الشاشه الجديده. للاسف يمكن ما تشوفون الالوان بشكل واضح، اوكي، لكن اذا بقارنها بالشاشه هذه اللي يمها، هذه ايضا شاشه جيمنج، لكن شوفوا الالوان هنا مو طبيعيه الصراحه، يعني لازم تشوفها شوي على الواقع. ايضا بسرعه الفريمات، يعني قوه الوان بالفريم، شيء يعني مو طبيعي الصراحه. انزين، بس طبعا هذا يعتمد على قوه كرت الشاشه او قوه مواصفات الجهاز. بشكل سريع هني هذا منيو الشاشه يبين لي المميزات اللي شغاله. يعني في شغله هني وايد مهمه اللي هي البلاك ايكولايزر، هذه انت تقدر تضبطها على حسب الجيم اللي قاعد تلعبه اذا كان كومبتيتيف وظلمه وايد. بالنسبه حق انحناء الشاشه، هذه شغله وايد مهمه، يمكن بعض الناس ما راح يعجبها. انا بعد شخصيا يعني ما يعجبني وايد، لكن على كلام سامسونج ان الميلان هذا راح يخليك تركز، يعني يخلي عينك مرتاحة وانت تطالع يمين يسار عشان تركز بكل الشاشة وتركز بكل زوايا الشاشة، بحيث انك ما تتعب من كثر الشاشة المسطحة.
طبعا هذا الشيء يكون انا اشوف انه تفضيل شخصي، يعتمد على الشخص الواحد اذا كان راح يرتاح او لا. بس مثل ما احنا شايفين، مثل ما انا قلت، العمق هنا شويه مبين، لازم تشوفه بشكل شخصي. اوكي، بس يمكن انا عن نفسي لما اندمج كذي وهذا راح انسى الشيء هذا وما راح اركز على الميلان هذا. ماشي، الحين كذي نختم الفيديو. قبل لا نختم ونقول الشاشه هذه تقييمها وحق منه محمد تصلح. اول شيء بالنسبه للتقييم، تقييمي الشخصي اقدر اعطيها يمكن 8.5 9 من 10. شنو اللي كان ناقصها؟ HDMI مستقبلية حق الكونسول، إذا كان واحد يبي يستخدم يعني حق الكونسول نفس الوقت. بالنسبة حق إنها 240 و 2K، أنا أشوف هذا وايد كافي، وايد ممتاز. يمكن اللي يبي 4K بسرعة عالية، أنت بالأخير يعني لما تلعب ألعاب كومبتيتيف، إذا تبي أنت تركز على ألعاب الشوتر، ألعاب التحدي، غالبا ما راح تنزل يعني من مستوى الجرافيك، راح يعني راح تلعب على يمكن وضوح اقل، لان ال4K وفريمات وايد عاليه، حتى لو حطيتهم راح تضطر انك تنزل من وايد شغلات. فاتوقع عالم الكومبتيتيف اذا انت مهتم فيه حيل ما راح تركز على الشغلات هذه، والشاشه هذه وايد راح تصلح لك. اذا كنت بالشاشه حق تلعب يعني العاب، خلينا نقول مهتم انت بالفريم، تلعب العاب شوتر بس يمكن مو مركز على الالعاب هذه، تلعب العاب ثانيه مثلا MMO، ادفنتشر، توم رايدر، ووركرافت، السوالف هذه كلها، الشاشه هذه شوي يمكن لازم تفكر فيها، لان بالاخير انت يمكن تبي ريزولوشن عالي وتبي يمكن 4K، فالشاشه هذه يمكن ما تصلح لك. بس اذا كنت تبي فريمات عاليه بكل الالعاب يعني، انا اشوف الشاشه هذه وايد ممتازه. اذا كنت تهتم ايضا حق الوان قويه، الشاشه هذه جباره وادائها عجبني وايد وايد، يعني حتى تنفع حق شغل وجيمنج، يعني كورك ستيشن وجيمنج الشاشه هذه تصلح. زين، من ما تصلح للشاشه هذه لازم تحط بحسبة بالك يعني، أو بالحسبة، ما يصير تشتري الشاشة هذه تتوقع أداء جبار وكمبيوترك ضعيف. فإذا أنت ميزانيتك يعني نقول شوي متوسطة أو أقل من المتوسط، ما تبي تقط وايد على الديسكتوب، وايد على الجهاز يعني، ما راح الشاشة هذه ما راح تصلح لك، لأن أنت الحين تبي تلعب يعني ألعاب على فريمات عالية، على ألعاب يعني بقوة عالية يعني شوية، لازم يكون الكمبيوتر وايد قوي عشان تستغل مواصفات الشاشة هذه. وبس يمكن هذا اللي اقدر اقوله. وبكذي اختم مراجعه الفيديو هذا، كان معاكم عزيز. اذا عندكم اي استفسار كتبوه بالكومنتات تحت، يا ريت تعطوني لايك سبسكرايب، يعطيكم العافيه.